السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قبل كل شيء زي ما كتبت الديسكود أنا بثيت وقت مباراة الاتحاد عشان ما يجي القرد اللي اسمه كنوي. المشكلة كان أول واحد موجود في الجات. لا تايم أوت قليلة خذ بان ارجع بعد ما تخلص المباراة. كم تاريخ اليوم؟ 15 من سبتمبر عام 2024 نبدأ البث هذا اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بالجميع. يلا حيهم ويلكم باك شكرا يا عميرة. <applause> شكرا يا امير على الاشتراك السلام جميع المسلمين الله حيهم نورت الحتة والله بالله كيف الوقت المثالي كذا الساعة 9 العشاء ما, ما, عندك هي عذر وبكرة دوامات لحظة وشو بكرة أصلا اي أيوة والله صح بكرة ده بكرة اثنين يعني ما عندك اي عذر ما تقول والله الوقت سيء الوقت زبال نايم صح لا لا أنت موجود وفاضي مستعيد تكون مشغول عشان ما تتعذرون طبعا <applause> وبث واحد نسبه كبيره يعني بثين بالكثير اه يعني ما يتعدى بسم الله خلنا نبدا الالعاب جلد جلد لان عندنا محتوى الارض محتوى الارض اصبروا لاني ما اشوفكم الشاشه علقت وشكل اللعبه الاولى قدر لانها علقت بام الشاشات ها آه لعبوا يصبروا اصبروا تعالوا اشتغلت يقول لك لعبه مستوحاه بسم الله هذه اللعبه اقترحها علي احد الاخوه في الشات من البث قبل قبل اللي راح قبل اللي راح واللي قبله زبده من اسبوعين صرت يعني من بث البث هذه فيها اسبوعين ثلاثه آه بسم الله عليكم السلام جماعة السلام معليش انا وسهلا يلا حيو شكلكم بزكم والله كنت لاقم لاقم مشينا آه هذا اخر ايام اخر ايام اخر اثار المرض يعني <applause> شكرا يا ابو حرب لا 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 تسحب الاتحاد انا بث اوقات مباريات عشان ما تجون <تصفيق> حرك <تصفيق> وشكرا يا ستنجي بعد على البرايم يعني بعد البث الجمعة حق وزنك ذهب بعده بثلاث ايام المفروض انه في بث بس اني سدحت على عيني حد حيلي شوي بعدين فيه ما بعد اجازة ما بعد المرض بعدين في اجازة اجازة ما بعد المرض يومين ثلاثة كذا وبعدين عاد فضيت وجيت وشر ما يجيكم جميعا الله يسلمكم وعليكم السلام وشكرا يا أشكرك بشك الاشتراك عليكم السلام جميعا وسلمين الله يحييهم يا اهلا وسهلا بسم الله على بركة الله الحين خلونا نبدأ اللعبة اللي عارفة انها رعب وش بعد زيادة ما أعرف ما ما عندي أي معلومة ثانية بس أعرف انها رعب عربية حتى المقطع نفسه حق ستيم حاولت اني ما أشوفه عشان ها وش يبغى انا ما ما سويت شيء بس ضغط وش فيني كذا مت على ها وش تبغى يا مط لا تقعد يلحقني صار خاصة من البداية الشا... وشاتة وش في... يا يا مطور يعني لا لعبة عربية ولا لعبة أجنبية ولا أي زفت ما ينفع ها إيش ضايق كذا اصبر دقيقة اصبروا آه عشان الجرافكس وأنا أقول شفيني قاعد أموت كل شوي اصبر اصبر ما باكي. طيب والحين انت سياره ما تعرف مدري ما ادري شاشتي اذكر و... الله يا مطور وش فيك؟ عليكم السلام وسلم الشات مو موجود اه بالله يا رجال ترى كله يمكن يكون من الموقع نفسه لانه ما تذكر نشلته يس شكله من الموقع خلاص نقفل هذا ونعطيكم ذاك القديم تذكره هذا تاخر <applause> <دخل> عندي البث وش السالفه صدق؟ يمكن مربوطة بالماء والله ما أدري أخر عند البث تكلمت تمو بالله لازم أسكت مايك مايك شايب مايك بالله أنت كان قلت لي من زمان طيب أنت آه. ها مايك ما يدش يشتغل آه. اصبر اصبر هذا قال لي مايك وطلع ومايك اصلا ديسكورد ما يشتغل. لا لا اي كذا تمام. بالله لازم ما ابشر ابشر هذا الشات طلع لك. هذا الشات طلع لك والله يعافيك. ما نسمعك ها؟ ما صوتي بعد؟ والله ما قصر يا يعني اختصر علي المعلومه. اجل لازم ما تتكلم طيب ليش ما متن الحين؟ ولا عشان الماوس برا اللعبه؟ جيت جيت ما لك. شكرا يا ابو بدون اسم على راسي شر ما يجيك وعليكم عليكم السلام العظيم عليكم السلام اللي ما خلاص عرفت 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 الحين لازم اتكلم بسم الله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله وش تخوفني بكرتون؟ عادي اخسر عدني من اول تخوفني بكرتون؟ استقوي علي عشان كرتون طايح من فوق اهبل انت عدني عدني من عدني مرة ثانية والله لو عيد سبعين مرة انا ما عندي مشكلة بس ما تمشي كلمتك علي بسم الله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله

قال انا سمعته ملونه بسم الله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله أمانك، أمانك، أمانك. اصبر اصبروا في شيء عندي في ال... تقطيع عندكم ولا عندي بس ما ادري عشان البث ولا لا <applause> عليكم السلام يا علي ورحمه الله وبركاته فيصل يا رجال والله ليكمل اكمل كذا وبفوز ان شاء الله

يصل حساسيه تقول لي بسم الله اصلا ما في خيار للمايك ولا من من هنا اصبر اصبر يا مطور اشوف العداد تحت يسار بس ما اقدر اتحكم فيه عموما بعد المايك وخلاص واحتياط شكرا من القلب لاي واحد بيسوي شيء عشان ما نقدر نشكر زي قبل شوي اسمي اسمي طيب بسم الله قبل لا يبدا اللي. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله <تكتشف> ها يا اخوي بالغلط قاعد اجرب تحكم حسب الصرخه لاني متكلم اوه يا بالمستفز يا اخوي بالغلط قاعد اجرب <تكتشف> عليكم السلام يا ابراهيم شكرا على الاشتراك وش احسن شهر بال اصبر نشكر الرجال وش احسن شهر بال 37 شهر يلا حيه يخرب بيت اللعبه المتخلفه حتى الاصوات اذا اشتغلت بالغلط جي جي ايه عليكم السلام ما احتاج سمع انك عنك شنبو يا الله حيا يا لو تعال شوف اللعبة المتخلفة اقول شكرا يقول لقد خسرت الله لا يوفقك ارسل سلامنا حقين توجه سلم عليكم عصيمو يلا الله حيا اذا جبت تكلم حط ستارت ما يحسب انك تكلمت يا رجال بتكلم وانا امشي بيرجعني يرجعني طز فيه بس اني اشغل اصواتي يحسب اني انا صرخت لا هذه ما تمشي هذه غلط بس عموما ما احترت تجرب لكم هو شفت واف اف كشاف وشفت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله (باس) أقول بن زرد عيم والشكالة فالبرذيب البحر حوت بن حوت شيخٍ هريد السلالة تقول كان ما سمع سير الموت بسم الله بسم الله بسم الله يا انا يا انت يا ملعون ما قلت شيء يا ملعونه استغفر الله <applause> يا اخي ساكت انا طيب ماسك نفسي وعروقي بتطلع من راسي من كثر الصمله شلون يخسرني ليه؟ دقيقة ابغى لي ما ما ضربت المايك ما سويت شيء اذا في صوت فهو من اللعبة متأكد انا ما نفس ما ادري عادة. بسم الله توكل حول ولا قوة إلا بالله ايه خلاص هذه انا متنفس بس بجرب البار الاحمد خلاص ما ادري والله ركن الارت لا الارت عادي بس انا الشفت عندي هو الجري واي زر ثاني ما بيشغل صوت واذا اشتغل صوت يحسب انه مني انا لا ما سوي ميوت غلط عيب ألعب كذا. <applause> خلاص خلاص آخر واحدة. ثلاثة اثنين واحد. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله هذا ما يصير شيء انا ما ادري ايش سويت وقال لي خسرت وش الصوت اللي طالع سمعته شيء طلع لكم شيء يعني لا تنفس ولا ما قريب ولا الم... صوت الكيبورد صوت الكيبورد اصبر قاعد أصبر. اجيب سفت جا. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله بسم الله بسم الله بسم الله يا انا يا انتي يا ملعونه جايبه اشكرني بقلبك سي 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 هج كوره كورت... الله يخرب بيت الكورة على اللي اخترع الكورة على اللي لنا الكورة على اللي بيشتغل في الكورة دا يدل عنهم كلهم was taken Felisa was taken Felisa was taken Bismillah Bismillah Bismillah

اخيرا حصلته ساكتين عشر دقايق شد اللعبة <تصفيق> <تصفيق> حتى على الدين ما ردينا عليه عليكم السلام بس كيف الكنترولر ولا صوت ولا غلطة ولا طرق طرق نعست أم المطور ايه عليكم السلام سلام أوه. هلا باك باك الحين شو نسوي انا ما عندي لذي اللعبة عندي راجو راجو عندي لحظة على طار راجو راجو من اللي اقترح اللعبه صراحه ناسي منه بس بس انه كان في واحد من البثوث الماضي القريبه يعني يعني كفكرة حلوة بس انه يحسب صوت الكيبورد صوتي لا هذه المشكلة الكبيرة بس انا الحين شغلت لعبتين شلون بتطلع لكم تعجب جوين شفت الكلب لا ما شفته هذا نوقف البث هنا بكره دوامات لا 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 الساعة ونص لازم نكملها لازم من جديد ريبي مات خلاص كنسلوا هو شيء تافه تجون بس تشترون قهوه كلام فاضي بعدين بعدين أني مدخل الحساب بس شكل لازم مرة ثانية يعني. هي يا شيخ هذه الألعاب بسم الله هذه لعبة ريحانو مبدعيا يعني عشان إذا فيها أي مشكلة نحطها نحطها فيه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أهلا وسهلا وميس مرحبا اسمع سجل عندك لابسك ما فيها سكيب صوتها عالي شوي اوف اوف اوف, أوف. عليكم السلام عادي اتكلم ذا اللعبه اوكي عليكم السلام بعوضة شكرا اشتراك الله لا يوفق القريه اللي قبل شوي وانا ساكت محترم من اليوم بس والله ان السكوت حلو والله ان حنكه وهيبه في البث اذا يعني في جانب ايجابي من اللعبه اللي قبل شوي فغيرت مفاهيمي تجاه السكوت بالله همم همم ما بس يا طيب أبشر مايا إيه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته قال لك لا بالعكس انا ودي ثلاثه بس يقولون اسكت بالشات ما عاد اتكلم يعني خلص البث الكريستال هذه اوكي هذه اصبر اصبر. بعدين. انا ما فهمت. اه <applause> اقنع أجن <applause> لازم <applause> اجنتها اوبس. الله كذا صرنا ثلاثة بالله في ثلاثة بكس كفر هذه وش اللعبة عليكم السلام عزوز أية مبدئياً أقدر أطي أربعة من عجل. فانا بعد يوم ببت أوقف حماس. أغنى على ترامب وهو يلعب جولف قبل شوي طلع منها سالم حماس يعني الجمعة 12 ونص الليل اوف 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 الوضع حامي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ضبطت مع الاولى رفعت اسمه قال لك يلا لكمان واحده هذا حال البزر ودك واحد يجي يصفق على عينه صدق يخليه يلقم أوف, اوف اوف العالم الحلو لا, لا 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 بس لو يعطينا قطعة سكيب المطور خلاص لا يا اخوي ريست وش تبغى فيه بالله طيب ارجع 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 رجعها. اوف 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 اوف, أوف. يعني يبغى لها ممارسة لكن حلاوة هذه الصبحيات والله انت رايح دوامك مشغل بودكاست مسوي ايجابي بعدين فجاه يجيك الاشعار حقي ترى وقتها بنصير نلعب اللعبه هذه وقتها يقول لك اصنع بلاتفورماتك بنفسك اه يصنعها في المكان اللي انت فيه ها آه ايها بعدين في بصة لا مو بصف القريب بس الفترات الجايه يعني بدل طيب بدل الصبح تاجها والله كان المفروض بس انبعصت بال... بالمرض المرض حاس ام النوم بس الايام الجايه عائدون يعني اعطني اسبوع كذا ان شاء الله على البث الجاي يكون صباحي على فوق على فوق على فوق اصبر هذا هنا هذه اخذناها بعدين نطيح اصبر هذه الابيض يكون هنا فنان اللعبه اثنينين يعني مو مره مره بس حلاوه يعني والحين والحين طيب لو بعيد من وين عيدني ايوه شلون ما ادري بس والله اني فنان. بعدين لاحظ انه يعني استخدم توجه المراحل العموديه يوديك على قدام ما يوديك من يسار عشان ما يكون ممل. الله لعبك الممل. هذا هذا الشيء هو الاساس زعمود ولازم يكون على شيء ابيض عشان يتفاعل والاشياء اللي بالنص مربع كريستال وما كريستال هذه لازم تضغط مربع عشان تفعلها احوسه شوي لازم يكون في طريقك شيء ولازم في الاخير في شيء من هذا في صوت ضعيف من بيد رومكس قاعد يشترك شكرا يا رومكس على راسي الله حي اهلا وسهلا وعليكم السلام يا علي مامو يلا حي جربت اسرب لا عندي كونسلين بس لا ما اشتري العاب زي هذه دير شافنا نتابع بثك جالس تابع, تابع معي الله يوفقه ويستر يسلم وسلمنا عليه وخله يرفع راتبك لانك والله تستاهل كيف عرفت ان شهادة زور وانا اول مره اصلا اشوفك عندي بس انك واضح انك تستاهل انك جاي عندي. ما يجي عندي الا الطيبين باستثناء ناوي عليكم السلام يا بدير. يلا إيه حيا ايش رايك بسوني فاي برو؟ اي كلام. كلام فاضي، صغره لك وحط لك ثلاث فتحات وقال لك يلا جديد. هذه صعبة. هذه صعبة. بعدين بموت اصبر. وين نبغى نروح اصلا؟ ابغى اروح فوق يسار يعني لازم اوقف اصبر 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 شكلي عرفت شايف تضخم منفوخ قصة بالله أقدر أستخدم ما تحت يسار شيء تحت يسار هذه ما شفتها عليكم السلام يا ماجد لانه اخذت مقاطعك فنان لا جا صدق تستاهل حطيت سنابك انا متاكد يصور الجنون لا يمكن يمكن اشتيت ها آه ما في ابيض اصبر اصبر بتعود على الماوس شو ما تدش ما لازم مرتين لازم مرتين اصبر 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 اصبر. عرفت. اصبر بس هذه لعبتكم شلون ده؟ ايش سوي؟ اه اوكي آه. فهمت. لفوق. تتكلم ونعم والله على رأس بس منه ابو عابد ايش رايك في مباراه تاثر ثانية والله يعني مخلفات طيب الذكر آه يبغى لها سنين ما آه اربع مباريات تونا شكرا يا صبر بوبو السلام عليكم وعليكم السلام الرحيم. ورحمه الله, وبركاته شكرا على يا اهلا وسهلا وميت مرحبا ورنا تريلر فيلم ماينكرافت صدق انه حلو الفيلم حلو يعني انا يعني شفت لقطه كم ثانيه مو بسيء يعني ما عشان عشان ماين ماينكرافت بس ان على فكره اللعبه اللي قبل شوي ترى نسخه نسخه مصغره انا كنت بجربها الحين اذا كويسه بنلعبها في بث كامل وهذا غالبا اللي بيصير بنلعبها في بث كامل بعدين طيب القريه ننزلها تحت وهذه ننزلها تحت واللي قبل شوي لعبناه ننزلها تحت عشان نشوف دور على مين هلا البطة البطة ايش يضرب سر ماين كرافت والله شوف اذا كويس كويس يعني ما ما نظلم ما بدب ذاك شم... والله ونعم بس انا ما اتابع صدق اذا كان يوتيوبر من ال بعد مستر فيفا وقدام 2014 في ما اعرفهم والله يمكن بعضهم اعرفهم باشكالهم بس ما اعرف بس الاكيد انه رجال ونعم اجلسنا في زاويه تشتيت مثل ما انا اعذر اجيب ثاني دوري على الاقل صار 200 مليون والله يعني 200 مليون ترى في السنوات الاخيره ترى تعتبر ولا شيء كان 50 40 في السنوات اللي قبل غير انها الاستقرار ما تبني فلوس يعني حتى جوارديولا باول موسم احتاج سنه كامله شكرا يا عثمان اهلا وسهلا 100 مرحبا يلا حي طبعا مو معناه غصب ينجح بس المقصد انه يحتاج وقت حتى لو صار في 500 عشان تحكم بسم الله هذه اللعبه الظاهر اني حطيت شيء كانك ساحب القرد ليه انت ليش عندك امل اني انا برجع احمل القرد والعبها من جديد عليكم السلام الوكار اهلا وسهلا ميز مرحبا ويلا حي ازيك مار أنا بقية طبال الدوري طال... فعلا هي كثيرة على اللي طال بس برضو ما تبني استقرار هذا قصدي ضدك فريق مرة قوي أو خلينا نقول مدرب قوي صدق اللي هو زي زاكي صعب ترى تنافسه 200 ولا 300 يبغى سنين عليكم السلام يا يوسف شكرا عليكم السلام والله حيه أهلا وسهلا أبو القرد اللي في الزاوية معليش تعبت عشان أطلع من تحت الأرض تسولف. عليكم السلام يا تبوك. اهلا وسهلا وميت مرحبا. طيب لازم اسوي الحين في اللعبه ذي؟ ها؟ طيب هذا بيعطينا الطاقة. طيب ابشر. ما تحس الكاميرا قريبه ولا عندي؟ لا ما ابغى التحكم. ما في فوف وتاخذ يا اخي ما ما تقدر تشغل السياره اصبر شكله اي من فوق ولا انا عديت شيل يو اس بي مدري ولا فك هذا هيمان. زين ما يعرف يتكلم. شكرا والله رجال، شكرا هيمان. انا اللي احتاجه. طيب الحين، شلون؟ زين ما اعرف اكتب، سلامات، وش بك؟ انا بيض من الهموم. عليكم السلام يا كيوم ورحمة الله وبركاته، أنت متى ما ذكرت؟ أنا ودي أعرف الوقت اللي أنت ما تذاكر فيه. الله يعينك ويوفقك. ها؟ هنا. طق 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 طق. عندي مو تصير أنا بقى أسأل هيمان، عليكم السلام. يا أبو عتب، حاطة تشتيت وتموية وخداع للخصم. أعطيكم أمل. اني بسافر بدي اقول لكم لا انا بقعد ابث كل صباحيه ان شاء الله امزح معكم نفس ال شيل شيل نفسها نفسها شيل طيب في طريقين فوق وتحت لكن يقول لك تنظيف السلم يبدا من الاعلى شوف شوف الزحف بالزحف الرأي. اه زين بالشيء اللي ما احبه لما يجيك 700000 الف طريق ما تدري وين تروس بنزل تحت من فوق في في تشتيت بيصير او تشتت نزلته نفسه انا بنفس المبنى انزل زياده الا وش وش المفروض اسوي في هذه اللعبه الممله قاني عرفت اصبر اصبر شو الحزين الكظيم ده أوكي. ما في احد مفيد هنا فبالتالي ثلاثة اثنين واحد قفل اللي بعده اللي بعده بسم الله نزل البطة لا, لا 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 ما تنزل هذا كله نزل البطة لحالها. اللي بعده أنا الخير تصبح خير يا سيد عتب إذا أحد سلام عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا ميت مرحبا يا عبد الكبير رجع أوه يا عبد الكبير متحمس صراحه اجرب نسخه جديده متى بلاك اوبس 6 لا اطيق الانتظار عليكم السلام يا آه هوك لحظه انا طاين كنا عشان اشوف المباراه تعال خذ انت راح كملها يقول اذا شاهدت شيئا غريب وش الانمولي هذه شكله شيء يلمع كذا اذا كل شيء تمام غمض تمام طيب شوف في شيء غريب ولا لا؟ ما تشوفون لما لا ما تكلمون انا تعالوا تعالوا يقول اذا شفت شيء غريب واجبك شله شوف عكس في ورده عكس المرايه وهنا ما في وردة ف اجي هنا يقول لقد شاهدت شيئا غريبا لين يصير طبيعي اذا صار طبيعي راح للدور اللي بعده لين توصل للارض شوف كيناوي متحمس مع المباراه دف الاكل بالعافيه طيب فك الباب يتحمس مع المباراة ما يسمع حط صوته هنا بعد طيب خل نشوف الى الان كل شيء تمام طيب. ما في شيء غير مستغرب 16 الى 19 16 16 16 19 طيب، شيء إلى الآن تمام. همم. نفس الكلام في وردة. يا ريتني رحت اختصرت الوردة على طول. فك. شيء غير طبيعي. لا. غرفة 10 بجيب لك الباقي من كيناوي و زيد صوتي انا ولا انا زدت صوتي شوي بس ما صوت اللعبه كويس ولا لا يب ولا يوف عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا نفس الانعكاس كل شوي ايش السالفه؟ ولا انا اشوفه ورود انا ما اشوف زين اي والله انا ما اشوف زين اصبر ما ادري ايش الاشياء بس حط هات اها كان مضبوط الوضع 18 19 19 13 15 13 14 15 طيب كل شيء تمام انا اشوف يعني ما ادري عنكم عشان اشوف توكل على الله هذا اللعب مطور شد حيل وش دلسس يسوي اصلا دور السابع قربنا يا عيال ايش؟ واعرف ذا الغرفة وش فيها قبل انعكاس نفس ما هو كل شيء نفسه طيب وردت. ما شرب العرايس حقه انا في يده حزب الله اوف 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 كل شيء تمام ودني الدور السادس العابك مالها كاتيجوري في تويتش صدق اللعبه الاولى قعدت ادورها بتويتش ما لقيتها حطيت جيمز ديموز الاتحاد خرب علي الجو لا شوف مبسوط اكل كل شيء شوف فكره اللعبه فكره ان اذا في شيء غريب لازم اوصل للدور الاول هذا شيء غريب في الدور اللي انا فيه اللي وصلت له حط العين مفتوحة اذا في شيء غير منطقي والعكس صحيح طيب فك طم الشباك ما عندي كلام للمصعد المصعد اي واحد ها آه. آه ها هذا طيب هنا كل شيء تمام قبل غرفة والله ما ادري صراحة دققت عليها مرتين بعدين صرت امشي وبس رجعني التا وش اللي كان غلط؟ وش اللي كان غلط؟ كل شيء تمام بالملي رجعنا التاسع بالله اذا غلطت تعيدنا اول لا بالله ما انتبهت عموما إن هنا كل شيء تمام يلا يلا عرفت ذاك اللي يفتش عند الملعب تفتيش التسليك يلا اللي بعده بس التفت يمين يسار اذا حسيت الوضع طبيعي كمل راح اشوفك مع كلان قريب إيه ان شاء الله قعد ها اللمسات الاخيره ان شاء الله انا وبقير وبنحدث مفاجاه ما ابغى احرقها عليك والله لا اقعد اغمض لين يوديني الثامن عليكم السلام رميه. ايه? القم 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 أه. كينوي اسكر الباب عشان ما يدخل الشيء الله لا يوفق العدو بيرجع بيرجع بعدين مباراه القرد بيرجع 14 15, 15 13 طيب طيب كل شيء تمام شيء طبيعي بس طبيعي طيب تمام يجي بيقول لي غلط بقفل اللعبة كل شيء مثالي و10 من 10 سبعه وشلون وشلون وش اللي كان غريب هك والله ما اشوف لين يجيب جيب ثمانية ماني مشيك. الكم 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 ها آه شيك راح اللي بعده. ما تشوف يا بت المفروض ما تشوف كناوي يسكر الباب ما اتوقع كناوي له حلاقة هاي يمكن في شيء ثاني. شوف يعني عادي المفروض يعني. الله لك قفل الباب ابسط حقوقه. بس هاي فولتج ولا سبلاي فاير ارم انهانسر الله النكته اللي ما اضحك عليها الا حاتم طيب كل شيء تمام كل شيء تمام هذه 16 يقول لك عددها هنا اثنين ازرق وهنا اثنين مناديل هنا 19 لا تزعج طيب اثنين اثنين المن... شوف شوف الظل المناديل تحت من فوق هنا <applause> بس 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 خذ 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 على عينك خذ على عينك سوي سوق علي صار البلا في المرايه بس ايزي عندي الموضوع هار كنوي كنو طيب الورده تمام ايه واحد اصلا اخذ المركز الاول سباق اصلا واحد خذ وش وش اللي يضحك انت؟ هذا وو واو من زمان بثيت شو شكرا يا فيصل يلا حيا اهلا وسهلا ميت مرحبا طيب في اثنين زيت واثنين مناديل صغيره خليه زيت مبدئيا لان اعرف الاسم اثنين زيت واثنين مناديل سعيلة عندكم ملاحظات في الشوط ده عليكم السلام ورحمة الله تبع الفوطة غلط في كتاب غيري صار زي ها طيب عادي يعني اللي ينظف ما يقرا بس ليش الوضع غريب في ريحه غريبه في الدور ما ما بالريحه الطبيعيه السادس بسم الله اللي بعده طيب هذه كلها منظفات صح ان شاء الله ان كلها منظفات يعني الى الان انا اشوف ان كل شيء منطقي انعكاس يشبه اصبر والله يشبه الاصفر اللي فوق لا موجود موجود عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا وسهلا أنا عندي سؤال قانوني عندي الموضوع هات خلني ادخلك السجن تفضل بإذن الله يعني بنسبة كبيرة بيكون هذا آخر بث تحضره الوردة تمام كنو شبعان كما يا أبوي هذا شوي ويأكلني أنا تم أخرج في السا.. ها اوكي اوك بالله شكرا انك نبهتني صدق ما انتبهت يلا الدور الخامس أربعة ثلاثة اثنين واحد باقي ثلاثة أدوار إذا أديناها بشكل سليم فزنا في, في اللعبة عندي في ألمانيا ذبح أمريكي في سفارات كوريا باستراليا وين تحاكم خذ تايم أوت ورحت تحاكم في السيرك عندي وهناك بتعرف الاجابه وشو فلور تسعه وش تبغى ولا تفكر بزياده هذا النوع من الاسئله اسئله, أسئلة الفاضيين اعرفها زين اشغل نفسك باي شيء بس كذا خلصنا خربت اللعبه القدره بس انزل 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 خلينا نشوف اللعبه الهنديه شكرا <تسجيل> لسه الكوكولا تبي تعرف وأنا ايه علي يعني زيد محمد دي اي محمد دي ما جربت اللعبه ما اعرفها صاحي انا عليكم السلام ديفل هانتر اصبر اسمع خلاص اصبر اصبر, أصبر. يو يلا حية. اهلا وسهلا ميت مرحبا دي ما يعطيك نهايه ما ابغاها اهم شيء عرفت ماهيه اللعب is the heart يا رجال والله انت تلقى سكيب اذا فيه. خذ خذ يا سوارف. خذ يا سوارف. يا يعني بقص لي قصه. بس اصبر الصوت عالي ولا سوي كذا سوي كذا. باك, باك باك. بسم الله. قولوا راجي ايه ما في سكيب في المحادثات بس في سكيب في العروض اه في شيء أسوأ من سكيب ما في سبرنت هل تفهم خم... ليه لعبه هنود شو هي لعبه الهنود هذا ريحان ويقول حلوه يقول حاتم هو قد جاء اذكر قد جاء بطاري لعبه تنود وقذره بس ما ادري هي هذه ولا لا الصدق منفوخه لا شوف انا يعني عندي المقدره اني اثبت انها لعبه حلوه بس ان عدم وجود السفرنت هذا يشكل عائق بيني وبين هذا الاثبات لعبه بطيئه لعبه كلها كذا يعني بلاي ستيشن برو فنان ما ادري شلون سووه يخرب بيت التصميم الاسطوري قاعد <applause> افكر ابيع عندي واشتري البرو <applause> او المصاقيل انا لو بادي البث كله بمساقيل كان ابرك لعبه تسكت ولعبه يقفل عليك في نص الديمو ولعبه هنود ما يركض يعني حتى المشي هذه على اساس ان السبرنت ما ترضيني في مساحات كبيره انا ابغى اسرع من كذا بسم الله يقول لي اللعبه منفوخه ها بسم الله باقي يا طوال العمر واحد اثنين ثلاثه ولما نقول واحد اثنين ثلاثه ما انا بنقفل بد شوي آه خرب الشاشات هذا نوع الالعاب القدر اللي انا ما احبه الحين ما ادري اشوف شيء قدامي شيء اسود ريزولوشن القدر اللي انت حاطه لي لازم تغيره. ما ادري اشوف شيء. اوف اوف حاطين دلسس اللي يزيد الفريمات يب كذا تمام بس المشكله في الاو بي اس الحين حروفكم مره كبيره ما ادري ايش اسوي يلا تعالوا هذه اللعبه نصح اللي ما عنده بلاي ستيشن 5 يشتري البرو قوم مصمم جهاز العاب زي جراند 6 العاب انا انصح انه ما تشتري ولا واحد منهم لين يصير في لعبة تسوى يعني أو ألعاب تسوى تلعب ديترويت البث الجاي إن شاء الله وباتمان ووتشر كل يوم أنا على جنب في سكيب؟ حلو في سكيب لا ما في سكيب 30 29 28 27 26 90. 24 23 22 21 20 والله ما كمل حتى لل 30 يعني انت خلقه عاد ام الشاشه علي وقاعد توريني واحد يمد ورده ليه؟ قاعد شو البلاي ستيشن 4 صار سالفه تهكير اجل اخذ بلاي ستيشن 4 مهكر احسن لك من 5 لان 5 انت بتلعب عليه العاب 4 شكرا على زيد على الاشتراك خذ تايم لا تجدد في نص البث مره ثانيه جدد قبل لا ابدا عشان ما تشتتني وبعد ما يخلص العشر دقائق ذكرني بسالك وش احسن شهر بال 33 شهر اللي بعد اللي اللي بعده ما تشتغل خلاص استغلت صارت جيم اوه هذه فيها بيري وفيها ضرب فيها شغل هذه شكرا نتاك اوف. يا اهلا وسهلا امي مرحبا ويلا حيا كيف كان اشتراكك الشهر الخمسين ما في سكيب صوت 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 صوت, صوت بابا صوت ثلاثين تسعة وعشرين ثمانية وعشرين سبعة وعشرين ستة وعشرين خمسة وعشرين أربعة وعشرين ثلاثة وعشرين اثنين تسعة ثمانية عشر سبعة عشر ستة عشر خمسة عشر أربعة عشر 13 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ما تحركنا رجال المطور ما تعلم ما تعلمني متى ما تد... اي رجال على الـ على الـ على الصفر بدت الحركه سد... هذا عاد تخويفي يسمونه اذا عديت كذا يمشيك المطور يخليك تلعب ما تبي تلعب؟ ألعب بسرعة. عشان كذا أنا أعد. اصبر، تعال أضرب. البيري ماش، ما في إحساس البربرة اللي متعودين عليه. شوف أنا عندي نظرة لا يمكن إنها تغلط في الألعاب. ونظرتي هذه تقول أختصر وقت وقفلها. والدليل الثاني ان مجود قال لك شكلها فنانه واي لعبه يمدحها تعرف انها لعبه قذره تعطيها توفر وتختصر وقت وتنزل الان شوف الان خلصت الديموات اللي عندي ما عدا لعبه واحده بشغلها مشتريها من زمان ما ادري متى ما ادري انا لعبتها في بث ولا لا صراحه ناسي فبشغلها عشان بس اتذكر وين صار صفر؟ وش وين صار صفر؟ اصبر اصبر, أصبر. هذه اللعبة غريبة مرة لما تشتغل. امم اتوقع عرفت ليش انا ما لعبتها ولا مرة. يا ساتر. شو انا اشوف طيب؟ لعبة مشتغلة على شاشتين. ما اقدر اشوف الاعدادات عشان اعدل. اسوي طيب؟ عرفت ايش اسوي؟ اصبروا. على اعطوني ثواني. عشان جودة الحياة وجودة البث والانسنة لازم تتحملون. طيب كالمه قفل وافتح. معليش اعطوني دقيقتين وبحل كل المشاكل ان شاء الله. بعد السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. طيب خلنا نحطه سنين قبل لا نشغل بسم الله ايوه الحين انا شو ها انا قلت لعبت هذه تعالوا تفرجوا معي تعالوا ايوه الحين نشوف اللقاء بالتوفيق اللقاء تقول ما ختمته اي مرتين حكومة هدفة بالله أوف 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 شكله سيقبض بيد من حديد على صدارة الهدافين اللي بعد نهاية شهر 11 يبدون يصيحون آه شكلي لعبت اللعبة وقفلتها نفس السبب أنا ما فيها سكيب عموما بسم الله على بركة الله 30 29 22 20. خلاص كنسل تمشي شيء. إيه في هذه اللعبه طبعا هذه شلون اكتشفها وانا احوس بستيم اشوف اللعبه اقول اوه شكلها حلوه خلنا نشوف بعدين اذا فتحت اللعبه يقول انها لدى ما ماد انه يملك نفس اللعبه اتفاجئ ان اللعبه عندي وانا ما ادري اشتري وارمي ببثها بعدين وسيفون دين عشرة من عشرة مجمل جاني أغلب بالله قلت قلت لي سأل طيب لا تسمع كلامي أنا أي شيء أقوله بجيب فيك العيد <applause> أنا بفقرة سألني إن شاء الله بث جست شاتنج إذا فضينا وخلصت اللعب جمع أسئلتك أنت بس وما عليك الحين هذا هو اللي علمنا الطريق وش في رجع هون اي رجال بس لو ترفعني فنان كنت سنت الجديد زفت من عشره حد يقدر 14 ريال عشان تجيب شخصيه فوضى ايه? الاسئله بس خلنا شوي اجيب له هي جمع جمع انتم وما عليك وين راح لالي؟ اه هنا ممكن توخر هذه الاشياء وش حقته؟ ولا كذا بس ولا يجي دورها بعدين؟ بتلعب كوزا كان تلعب انت الاول بلعب التروفيات بالتروفيات؟ آه بتروفيات على تولي الا هذا اللعبه احبها بعدين بسيطه اشترى اه هم عشان كذا صعبوها عشان يجي قرد زي خربز ويشتريها من اول يوم عشان النويات هذه لكن انا قررت اني ما اكون قرد في اللعبه هذا تشك بوينت اوكي عرفنا هذه لعبه فك الرهان الاسلامي يقعدون يسولفون سوالف قدره ساعة سبعة واربعين دقيقة الصبح اوه وانا الحالي مركز باللعبة يا ساتر حرمنا والله واشتقنا الايام هذه لا لما يعطيك سيف مفرفر عليك اها طيب شلون اروح للحين من فوق من هناك دف هذه لا لا دفها بابا ما في دف طيب بغاك تتعلم المطور هذا لو هذا القرد معتذرا والله يعني لازم يعتذر المطور ويشيل الخفاش ويشيل منطقه السجن كامله برجع اهم اللعبه اذا هذا الشيء ممكن يعني عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا يا ابو فانتوم وشكرا على الاشتراك ليش ما تبث دائم هالوقت انا يعني كل ما بثيت هالوقت بتطلع بتقول لي بتذكرني اني ساحب عليك وانا ما احب شعور الذنب لعب جينشن امباكت نفس جوك وش اللعبه ذي عباره عن وش قصدي كذا مغامرات ومناقز اوف 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 قول بيعطيني سيف ها؟ مات يا حرام اي <applause> آه، قص يده رجال رجال فنان يا لا تقعد في مرض تشيل انا ما في عاد دائها التي كانت هي الداء <applause> صار ماين كرافت يشبه ماين قصدك فيلم ماين ان شاء الله اذا نزل نتفرج مع بعض قال لا تنسى تفعل اشعارات و... وفعل ايميلات تنبيهات الايميل <applause> عليكم السلام يا سبيرت ورحمه الله وبركاته يا يعني انا طيب متى يقوم وليش يورينا لقطه بعدين طلع لي اسم زياده ونعم فيهم كلهم بس هذول يجيبهم لي اخر اللعبه ما تجيبهم الحين. عليكم السلام فهد واحد ورحمه الله وبركاته. الله حي إي 7 3 شكرا. جزيلا على اشتراك يا اهلا وسهلا ميت مرحبا وعليكم السلام وش احسن شهر من التسعة 49 شهر؟ وش السؤال اقسم بالله صار يحمس ان الواحد يشترك نملس تعال عليكم السلام لا هذا مشترك من زمان صح عليكم السلام نملس ورحمه الله وبركاته يا اهلا وسهلا ويلا حي بس مصيرك تجدد وبسالك لا تحسبني ناسي بسم الله تقول بيعطيني سيف وين السيف يا ريحانو عليكم السلام جلال اهلا وسهلا يلا حيا اذا اشتركت تقول لا تشترك وقت البث باقي الناس تشكرهم تقدر نعم 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 هي فروقات في عنصريه قذره قاعد انا امارسها في البث ما ادري اذا كنت ملاحظها من زمان يا يعني زيد ولا لا بس ان شاء الله انك انتبهت ايش 20, -20. أتدري هذيك من أقدر الفترات يعني ما عدا طبعا بعض الألعاب وبعض فترة قسمها بس لو تاخذها كلها بالمجمل فيها أشياء كانت سيئة لأنها كانت قبل اكتساب الخبرة لكن الحمد لله الآن صار الواحد متسلح بالعلم والمعرفة بس الغدرة صارت في الألعاب هذا اللي ما حسبنا حسابه هذا اللي ما حسبنا حسابه طيب يعني. والله فعلا بلف الالعاب قفل يوم والله كت... الله يوم كنت 16 أيام شات وقتها كل شيء شات وقتها بسبب ال الله لا عيد الشر كارونت وعليكم السلام من هناك يا فهد واحد طيب خلصنا اللعبه والديموات اللي انا مجهزها لكم هذا وش يعني؟ هذا وش يعني؟ بسم الله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هي هذه وش كانت هي؟ هي اسم اللعبه يا جماعه ايوه خلاص كنسلت قفل وش نلعب اول؟ لعب بعدين ليش انا اليوم رجعت لقيت مقفل مصاقيه مو مصاقيه وش اسمها؟ مقفل بقاء رحت صليت جيت ادور بقاق ادور راس مربع ما فيه. أه قلت شكله راح ياكل. سؤالي بالله عندك سؤال خله في البث حق الاسئله. بلاك اوبس ها؟ حيوانهم في بالله غريبه والله. شاب لو تسوي استفتاء وش اللعبه قبل كل بث ان شاء الله بنسوي استفتاء. ديسكورد بنشاور الجماعه مالك الا نيوتو تحل لك ازمه المحتوى الحاليه والله شوف اخذت جوله بسبب ما ادري من اللي هو اكثر من واحد بس اخر واحد قريته قبل فتره أه قال نيو تو لانها تشبه لعبه القرد دقيقه على طار القرد ثواني في قرد في قاعد يقول خمسه خمسه هي بنزيما دقيقه خلنا اشق عينه وارجع الزبده اني قعدت اتفرج شوي على نيو بس ما حسيت انها جازت لي مره لازم اشيل سيفه عشان يخرب بيت التخلف الككي ما اقدر اطعن كناوي الله يهديها والله ان شاء الله ان شاء الله بعد البث ان شاء الله باذن الله عندي الموضوع ايوه فما عجبتني مره نيو حسيت فيه شي فيها شيء غريب بالزبدة في هذاك اللي يشيلكم هذا اكتب تعجب جوين انا نشوف او جوين الحالها بدون تعجب ايش ما يدخلكم؟ وشلون كنا نلعب ذا اللعبه القذره؟ اصبر خلينا نشوف ستارت كذا لازم ادخل من هنا اوكي الحين الحين اكتب جوين بسم الله يا يعني بعد البث ذكرنا شق حلقك ها؟ وش ظلم يا رجال خذ الفائز يختار واحد اثنين تصويت معكم نص دقيقة بس تصويت سريع بخلص من هذا تعال تعال تعال, تعال يا سيميلان خذ خذ في هناك انتظرك راح سوالف عنده بسم الله الفائز يختار واحد اثنين تصويت نص دقيقة يلا بسم الله جوين ولا دخلت لا توي يدخل اصبر باقي البوت بجيبه عادي بسم الله اصبر نفتح المتصفح الثاني خليتها باند هي باند لازم اعدل بينك و... لا صح انا ما اعطيك تايم اوت صدق المفروض اني اعطيك باندي علي زيد جوين البوت البوت وينه؟ انا قاعد اكتب في قناه البوت نب سد حلقك يلا, يلا 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 بسم الله واحد اثنين ثلاثه شلون نلعب؟ كلوز جت الفائز هو 3 2 1 دي 73 3 اكس الف مبروك كيف كان فوزك لهذا اليوم؟ وقت نوم الشيبة نوما هنيئا واحلام سعيده وتصبح على خير يا سيد مومو كيف كيف كان فوزك يا دي 73 3 عطنا عطنا الفايز واحد ولا اثنين سريع جلدي 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 عشان اللي بعده اللي بعده بسوي ريرول بنفس الاسماء فاللي ما جون الله يعينه ما عاد يقدر يجون مجهول كيف كان بثك وش لعبكم تعالوا يخرب الرقم الاسطوري 13 واحد اذا كنا بطيب الذكر اللي شقيت حلقه وقعدت سالف كيك الحاله اهلا وسهلا و مرحبا ويلا حيهم وعليكم السلام جميعا ورحمه الله وبركاته دي 73 وينه واحد عشان هيمان رجال يلا اللي بعده اللي بعده اللي بعده تصويت 30 ثانية تعال مجهول صوت تعال تعال انت واللي معك صوتوا تكره عند القرد والله يلعب سوخس يا مجهول كنت تلعب بقاق ولعب قذرة وش مش خلاك تصير قوي فجأة ما شاء الله طيب يلا بسم الله على بركة الله سوي جوين مو مدخلكم بس سووا جوين كذا جوين نفسي ونسوي رول على نفس الاسماء اللي قبل شوي بنشوف من الفايز بسم الله خلاص التصويت كم بقى عليه ثلاثة اثنين واحد يلا سويت ري رول مفروض اه لا نفسه نفسه شو سلوم سلوم 57 الف مبروك آه عند الفائز الفايز أنا بالهذا الفايز وش له؟ له آه كلمه مبروك وبيختار الفايز بالبريدكشن بس السيد سلوم اثنين طيب ليش زعلان؟ اصبروا سووا جوين لين هذا لعبه اخويك المال <applause> لا والله انها حلوه الله عليك واحد واحد يلا بسم الله اه, آه عشانك ما دخلت ما طيب شوف الحين بخلي دقيقه عشان تلحق تصوت يلا بسم الله تصبح على خير تصبح على خير يا خطه الى اللقاء شوف شوف كيف فوز من اول مره يلا خلينا نشوف اذا فزت من اول مره يا نوافزة لك مني مكافاه بس ما ادري وش عليكم السلام يا مجهول الحين قاعد ارحب واسالك 700 سؤال توك تسلم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اهلا وسهلا كوكورو لعبه بتل... لا كوكورو انت سيسي هو قال بيبثها ان شاء الله قريب سويت وعال... ريد وعل... ريد وعلق البي سي بالله البي سي علق من ريدات لا تسوي اجل قل لهم يروحون مشي الله لا يهينهم يا اللي بيدخل يكتب جوين جوين كذا ساده بدون شيء. لحظه انا دخلت معكم الحين دخلت بسم الله ثلاثة خلصت تصويت أول شيء اه خمس ثواني حلو ثلاثة اثنين واحد فوز آخر واحد المحنك عشان يفوز طيب القم يا نواف زه القم القم اسمي والله انا اسوي ريرول بسم الله ريرول جيت علمك الظرافه والله أنا اسوي يا مطور والله لو تفوز 700 مرة اقسم بالله ما يفوز. أنا حلفت. القناة قناتي والزمان وزمانية في توليب اوكي كذا نمشي. تيجي تقول لي يا سيميران اللي يسوي قمار وانا اسوي قمار والله ما يفوز. هويلف بالفائز احمر ولا ازرق باند ثاني خذ ولا تزعل. عليوزيبو بغى ينطن بغيت اشق عينه وهو ما له دخل. مساكين الضعيف خذ باند ولا تزعل. تعال سولف معنا هناك في كيك. في طويله باحمر ولا ازرق ولا صوت من جديد ولا اوزع اسوي تصويت ثاني واحد طيب الجايه نخليها لعبه الايم لعبه الايم وين كانت لعبه الايم هذه ما ادري شلون كان النظام بس يلا صوت بدون فايز بدون شيء اصبر شلون كان هو اكتب تعج شوت بعدين رقم الارتفاع بعدين رقم المدري وشو لا هي بالارتفاع بدل القوه ها أه. لازم تكسبون جوين قبل اصبر شوت 30 40 40 ايه شوف هيمان صوب صح اصبر سد هذه حط لهم عمود ايه ام 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 يا اخوان بس قام معلق قرد ما يتحرك يمكن عندك مشكله في النت فنان فنان يوسف ازاي عملتها يا يوسف وخر بال وش دخل الشات وش دخل الشات اوخره يعني انتم بتقيمون على حسب الزفت للبث هي هبد ارقام لين تجي ما له دخل ال... صدقنا مكانه قذر على اللي يتفرج بس على اللي يتوقع ما له دخل ازاي عملتها يا يوسف؟ شوف عبسوت فايز اربع مرات في اللعبه تبغى لها تصويت؟ يلا يلا الفايز اختار يلا يلا فايز يلا نحط شات يسار عشان بس ما يشوش على المشوشين بسم الله شات يسار فوق ازاي عملتها يا يوسف؟ اشوف ما, ما له دخل حتى اللي يشوف التفاحه ما يقدر يوزن هي بالهبت بس تدورون الاعذار. لعبوني، جرب اكتب يا ميلان في شات كيك شف بياخذ حقك ذا الامر ولا لا؟ شاب انا موجود الله يحييك اكتب وبي عليك في اللعبه مالك رجع شات يمين ما شو قوت الشوت يا شيخ عيونك خذ. ها اه. اثنين اه. تبث في اليوم الوطني اكيد طبعا انا وعدتهم بث 94 ساعه باذن الله. فعل التنبيهات ولا تنسى اللايك والشير والسبسكرايب بالله يا بدر عوس يلا نبدا بسم الله ثلاثة اثنين واحد شلون نعيدها؟ لا شوت خمسين خمسين وين شوت حقتي؟ يا ابوي هاك انت يا دي 7 3 وقف فزت خلاص حجي حجي خلاص فزت شلون؟ اختر بسرعة خلنا نسوي اللي بعده أزرق أوكي أزرق بدون ما تقول يلا اللي بعده ثلاثين ثانية اللي بعده صوت بسرعة بسم الله ثلاثين ثلاثين على طول جلدي جلدي حتى ما أعطاهم فرصة إن شاء الله إيه فكك اللعبة صح يبغى لها دجاجة تلف لف تقول كوكوكوك. هنا الحماس صح؟ مم. ربيت القوة بسم الله طيب لك حط شاتين طيب الثالث اشتغل اللي فوق يسار نجرب نكتب لا للحين معلق قهر لو هنقول نيو شات كيك طيب كيك لا هذا ذاك حق. حق كيك لا ما ينرسل حتى ذاك قهر طيب يلا اللي بعده اللي بعده هي هذه التفاحة الحلوة يا يخرب بيت الغش خلاص بنوقف حافظين الأرقام عارفين الوزنية يقعد سب نفس الرقم لين يفوز خلاص هاي آخر واحد نرجع لقيفوية نسوي واحدة وبعدين خلاص آخر واحدة هي بسم الله صارت هيمان عطنا الفايز بسم الله رقم يعني واحد واحد طيب هذه آخر واحدة لهذا اليوم التصويت بيكون دقيقتين اكتب جوين البث الجنيق البث الجاي إن شاء الله لو لازم البث الجاي إن شاء الله أي شيء تبغون البث الجاي والبث الجاي مستحيل تشوفون ولا واحدة منها لا أتوقع أتوقع أتوقع, أتوقع البث الجاي إذا ما كانت اللعبة لليوم جربناها ثاني واحدة أه... تكون كذا ريحان ويات وكلمات متقاطعة والله أعلم هذه الألعاب اللي فعلا ما تخذلك ما تقدر تجرب ومن كلمة لعبة تطلع لك بلعبة لعب واحدة حلوة خلاص زعموط انتشرت سبيكة بيك وقفل الموضوع انتهينا جربت فاتك جربنا اقدر العاب بالحياة لعبة الاثاث لعبة الاثاث بنسبة كبيرة ما اني لعبها خلاص في مجموعة العاب شاتك ألعبها ما أتوقع اني برجع ألعبها خلاص صارت يعني ممله مع التكرار خاصه نفس نفس الماب فيعني بسم الله خلصتوا كم باقي على التصويت باقي 55 ثانيه بس 50 ثانيه نوقفه بسم الله ديليت لا انت القم يا بصوت اخر الثواني بسم الله ططرطراط الفايز هو نملس الف مبروك عطنا الفايز أه نملس ورا ماركت البث الجاي ان شاء الله وشو اللي قمت ما صوت ما صوت امم أحمر, احمر 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 اوكي بسم الله اوو النسبة خسر بدير 3000 فاز علي زيد ب 2000 خذ علي زيد عشان ما تقول طعنتوني يلا خليته يفوزك سوى كذا سوى كذا قفل البث تدرون شو يبغون يبغون هالحين يبغالها عشاء الأرض أوه. يبغالها عشاء حق ثلاثة أنفار آكل أنا بس خلاص خلصنا البث الجاي طبعا طبعا لما أقول البث الجاي سكب أقل أقل شيء يعني ثلاث أيام هذا النظام الجديد قلت لك البث الجاي يعني اليوم الرابع الخامس السادس دوره كذا احتمال كبير يكون احتمال قليل يكون بهذا الوقت واحتمال كبير يكون الصبحيات ان شاء الله صبحيات فجريات زي كذا وقتها نشوفكم نرجع لوقت العاهات حقنا باذن الله انا اشكركم على حسن التواجد والاستماع والتفاعل والانصات انا اراكم البث القادم ان شاء الله شكرا جزيلا الى اللقاء